مشاهدينا بنرجع بنصب عليكم من جديد، وطبعا زي ما عودناكم بالربط المباشر مع اذاعه امن اف ام رح نصبح على الزميل الرائد علي حياصات. صباح الخير رائد علي. زميله الكساندرا، وصباح الخير لكل مشاهدينا في التلفزيون. سامعنا رائد علي؟ نعم سامعك. صباح الخير زميله الكساندرا. انا لاني يمكن مش سامعتك، بنصبح اكيد عليك وعلى كل مستمعين اذاعه امن اف ام، وطبعا اكيد راح نسلمك الهواء حتى تخبرنا شو رسالتكم الصباحيه لهذا الصباح. نعم، صباح الخير جميل الكساندرا، وصباح الخير لكل مشاهدينا في التلفزيون الاردني في هذا الصباح الطيب من صباحات الوطن التي نطل من خلالها على مشاهدينا في كل يوم. تحيه صباحيه مملوءه بالفخر والعز والاعتزاز لاولئك نشام الوطن الذين طوقوا خصر الوطن بالفخر والاعتزاز والتضحية والفداء، الذين قدموا أرواحهم رخيصة ليبقى الوطن آمنا مستقرا بإذن الله تعالى كما أراد جلالة القائد. حقيقة اليوم حابين نتحدث في رسالة وبرسالتين. الرسالة الأولى في رسالة وبرسالتين. الرسالة الأولى أن الوطن بإذن الله تعالى عصي على كل من تسول له نفسه العبث بهذا الوطن، هذا من جانب. الجانب الآخر لابد أن نتحدث عن دور وعمل رجل الأمن العام في كل مكان وفي كل موقع عندما يقوم في واجبه. قبل يومين استشهد اثنين من نشام الوطن، النقيب جمال الدراوشة والعريف أسامة الجراروة من مرتب الدوريات الخارجية من جهاز الأمن العام، وأوجع قلوبنا هذا المصاب الجلل. فكان حديث مع أولياء أمورهم وسمعنا منهم كيف هو المصاب، كيف يوجع القلب، ولكن حبينا في هذا الصباح نسمع صوت والدة ووالد هؤلاء الشهداء كيف توجعوا، وبعديها رح نسمع كيف جهاز الأمن العام عند العهد والوعد عندما أقسم ذلك القسم بأن يحافظ على الأرواح والممتلكات وبأن يكون دائما عند حسن ظن القائد بإذن الله تعالى وحسن ظن أبناء الوطن وهذا القسم الذين أوفوا بالعهد كما وعدوا. نسمع أول شيء طبعا جمال الدراوش جزء بيعرفوه أخوانا اللي بيشاهدونا واللي بيسمعونا، كان معنا دائما على أثير أمن FM، ونسمع كيف ذلك الوجع وصل إلى قلب الأمهات والآباء عندما اغتالتهم يد الغدر، ولكن هذه الجنود جنود الأمن العام ستبقى بإذن الله تعالى حاضرة كما هو الوطن. خلينا نسمع اتصالهم والحديث من والدتهم ووالدهم. الحمد لله احنا كنا اولادك يا يما. الحمد لله. الله يرحمه جمال ويحسن اليه، كان من نشام الامن العام. الحمد لله. وين ما تقولي وين جمال احنا ترى جمال، وين ما تقولي وين جمال احنا اولادك يا يما. الله يرحمه. ايوه هي قولي يا يما، قول الله يرحمه ويحسن اليه. ما واخذ جنة يا جمال يما يا ابني. ما واخذ جنة يا حبيبي يما. ولا يما جرحت قلبي يا حبيبي يما. يا حبيبي يما يما من حاسك. من حبيبي يما جرح قلبي يما. الحمد لله كل الناس بتحبك يا حبيبي يما. الحمد لله يما. الحمد لله يا حبيبي اني لفك يا حبيبي. الله يصبرك يما ويحسن اليك. الله يصبرني ويدبرني يما. يا رب يا رب موال جنة يا رب العالمين. موال جنة يا حبيبي اللي بحبه يدعى يا رب. وهاي كل اللي بيسمعونا وزملاء جمال الله يغفر له يا رب. الله يغفر له يا رب العالمين. الله يغفر له يا حبيبي. شكرا لك كتر خير يا يسوع. والله بحكي المجروح كل يوم منودع ناس لابنائنا. احنا كلياتنا رجال امن عام، كلياتنا جيش، والبلد بلدنا ومنحافظ على بلدنا. احنا منقول مشان الله انه لا ترحم، لا ترحم من لا لا يرحم. الناس اللي ما بترحمش من هيك لا نرحمهم ونحط لهم شبكه ولا نرحمهم نهائيا. نرحمهم اولادنا هذولا واللي انطوا اولادنا وانا وعمكم وخالكم لمتى يوصلوا بيت؟ ما في حكي هذا. انا كل يوم منودع واحد كل يوم بنخلي الواحد بالشارع. ليش؟ شو الذنب اللي بنسكبه؟ لان دفاعا عن الوطن، لان دفاعا عن الاردن، لان دفاعا عن اهل البلد. الله يفرجها عليك يا سيدي. بارك الله فيك. اليوم انا قاعد عند اولاد بنتي، اليوم قاعد عند اولاد بنتي وين ابوي؟ ليش يا ابو صديق؟ ليش؟ لما تنبسط فيها يا ابو صديق؟ الى متى يعني؟ الى متى يعني؟ لا حول
قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أبكيتونا يا وطني، لا ترحموه، مش مشان الله، اللهم لا حول ولا قوة. هذه كانت كلمات والدة ووالد شهداء الوطن، شهداء الفجر، جمال الدراوش وأسامة الجرار، ومن نشام الدوريات الخارجية. وكان العهد والوعد من نشام الأمن العام بأن يكونوا عند حسن الظن وأن تسلم هذه الأيدي السوداء إلى يد العدالة وأن تطالهم العدالة بإذن الله تعالى. فكان حديث عطوفة مدير الأمن العام مباشرة على الهواء مباشرة طمن قلوبنا وأثلج صدور أبناء هذا الوطن عندما ألقي القبض على أولئك القتلة بزمن قياسي. جميع المستمعين، نعم عطوفتك باشا سيدي يعني في هذا المصاب الجلل حول استشهاد اثنين من نشامة الأمن العام شهداء الفجر، ماذا تقول في هذا الجانب؟ رسالة والوعد والعهد اللي اتخذوا على نفسه نشامة الأمن العام. قبل الرسالة بدي أطمنك وجميع النشامة أيضا الأردنيين وجهتنا الأمنية جميع القوات المسلحة أنه تم القبض صباح هذا اليوم، تم القبض على أشخاص واعترفوا بالجريمة اعتراف كامل وصريح، وتم ضبط السلاح المستخدم. فهذه بشرى لجميع الأردنيين اللي كانت وقفتهم وقفة مشرفة، حيث أن تعاطف المواطنين كان له الأثر الإيجابي على معنويات رجال الأمن العام الأشاوس الأبطال. أما أولئك الأنذال الذين قاموا بهذا الفعل سينالوا جزاؤهم. أما شهداؤنا فإلى عليين إن شاء الله. ونحن الأردنيين وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هم جميعنا مشاريع شهداء لهذا الوطن، وسنبقى بإذن الله عنوانا للأمن والأمان بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ونحن نزف له هذه البشرى لسيدنا مولاي صاحب الجلالة الذي كان له دائما المواقف المشرفة مع جميع الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة، وهو متابع أيضا لهذه الحادثة الأليمة التي أصابتنا بفاجعة في جهاز الأمن العام. وسنبقى على العهد بإذن الله من هم أقسموا أن يحافظوا على هذا الوطن. أقسم بالله العظيم، هذا هو القسم وهذا هو الوفاء بالقسم، كما هم أبناء جهاز الأمن العام الذين اتخذوا العهد والوعد عند الرحمن وكانوا بإذن الله تعالى هم الأعلون. وهذا هو الوعد وهذا هو القسم من نشام